رجح النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري أن يفتتح مجلس النواب باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمهورية في ظل تعذر انعقاد جلسة انتخاب الرئيس لمقاطعة الكتل الكبيرة. والسيناريو المتوقع أو الجواب على سؤالك عن السيناريو المتوقع، سيعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح مجددا اعتبارا من يوم غد، وبذات الآليات التي اعتمدت في المرة الأولى 3 أيام فتح باب الترشح، ثم تذهب هذه الأسماء للتدقيق بالنزاهة وإلى آخره، وسيحق للمرشحين الحاليين أن يجددون ترشحهم في المدة الدستورية الجديدة. لا سيناريو قانوني غير هذا. هناك قانون انتخاب رئيس الجمهورية، لا نتكلم عن النصوص الدستورية، نتكلم عن قانون. القانون حدد آليات لانتخاب رئيس الجمهورية وإجراءات. انتهت اليوم ولم يتمكن جميع المرشحين من إقناع أغلبية برلمانية من حضور الجلسة. هذا يعني أنهم لن يستطيعوا أبداً من تحقيق النصاب في جلسة قادمة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك على مجلس النواب أن يفتح باب الترشح مجددا، وهو الأمر المتوقع أن يعلن اليوم أو غد.